السلام عليكم طلابنا الأعزاء، نكمل ياكم الشرح مع الأورجانيك كيمستري. وبالفيديوهات السابقة تكلمنا عن المقدمة مع الهيتروسايكليك كومباوند، وتطرقنا للتسمية ونظام التسمية، وعرفنا شلون نسمي وفقا على عدد من النوتس اللي ملاحظات اللي كتبتها وراوتك اليوم الفيديوهات. فأتمنى يعني الملاحظات هذا ديتش بس يا من صباح حياته الله شبيك يا معود. المهم أتمنى هاي الملاحظات تسجلوها يمكن بالدفتر، وملاحظات المهمة والأسئلة راح أحكيها بالفيديوهات الجاية أو الفيديو الحالي هي مهمات أيضا، فسجلوها يمكن كملاحظات بالدفتر. المهم موضوعنا جديد اليوم هو هاي أيضا هيتروسايكليك كومباوند، بس نجي عليها بنصنفهن. فساعدنا بالبداية الستركتشر مالتنا، راح ناخذ من البيرول والفيوران والثايوفين. البيرول والثايوفين والفيوران ان هي يعتبر من اصغر المركبات العضو الحلقيه الخماسيه 5 اتومز، مثل ما هو ذاكر لنا من اصغر المركبات الحلقيه ال 5 اتومز، اللي تحتوينا على شنو؟ على سنجل هيترو اتوم، تحتوينا على سنجل هيترو اتوم. ده لك هنا بها ذره هجينه واحده. ساعدني مثلا البيرول، البيرول يحتوي على ان وحده، والفيوران يحتوي على او وحده، والثايوفين يحتوي على اس وحده. فمن نباو عليهن هسه؟ هسه الاشكال قدامكم، من نباو عليهن؟ راح يجن على بالنا انه الحن الخواص مال المركبات منو؟ هسه نجي على واحد بيرول. من تباو على البيرول يا اخوي هذا ان اتش، اكيد هذا له خواص امينيه، الامين اللي تعلمناه مسبقا يا اخوي هذا امين، اكيد نعرفه، اكيد خواصه حال الامين اماتين اديشن تفاعلات اديشن وتفاعلات تفاعلات الاضافه، لا حبيبي لا، وتفاعلات الاوكسيدايزيشن يتعرض ويتعرض التفاعلات هاي المعروفه مال الامين. او نباو على الثايوفين حنقول هو هذا مو التفاعلات الاثيريه، او نباو على الكبريت نقول هم ماتين يخضع التفاعلات مال اي مركبات بها كبريت. بينما ذن محيرات، ذن محيرات، كلش محيرات. هسه انتم مو تشوفون قدامكم بيرول وفيوران وثايوفين، ذن الثلاثه هن صح انه ابسط المركبات اللي تحتوي على 5 ميمبرين هيتروسايكليك كومباوند، هن صح ابسط شيء، بس مو افضل خمسه، العفو مو افضل ثلاثه حلقات خماسية، لا مو أفضل ثلاثة. زين ليش؟ شنو السبب؟ من نوصل لهاي النقطة راح يتوضح لكم شنو السبب. المهم أن البيرول والفيوران والثايوفين ما راح يتعرضن أو ما راح يكون لهن خواص أمينية أو إيثرية أو كبريتية، لأنه نشوف الكثافة مال الإلكتروناته، إن خمس إلكترون الكثافة مال إلكتروناته، حنقول ونتوقع أنه إن أكيد يتعرضن او العفو خواص هن خواص كبريتيه او ايثريه او امينيه، ها وحيصير تفاعلات، هي تفاعلات اضافه، تفاعلات اديشن مثل ما تعلمنا مسبقا، ها بس الحقيقه مرتين هن مو هيج، الحقيقه مرتين العكس، هن ما راح يميل نهائيا لاي تفاعل اديشن لا اوكسيدايزيشن العفو، يعني هسه ما راح يتعرض لاي خاصة من خواص مثل البيرول، ما راح يصير حال الأمين العادي، لا السلوك مالت أو الخواص مالت راح تكون هي تفاعلات إلكتروفيليك سبستيوشن، تفاعلات استبدال، تفاعلات استبدال. مثلا الكبريت أو العفو الثايوفين، هسه عندنا الثايوفين، الثايوفين هذا مستحيل يصير الأكسدازيشن، ما راح يصير الأكسدة، ما نقدر نأكسده مثل اللي نعرفه عن الكبريت، كذلك البيرول ما راح تنطبق عليه الخواص مال الامينيه، فهمت قصدي؟ فشنو خواصن هن؟ حيكون خواصن اللي تبعنهن او تفاعلات مالتهن راح يكون تفاعلات استبدال. شنو عندنا تفاعلات استبدال مثال عليهن؟ تفاعلات الاستبدال عندنا مثال عليهن
الالكتروفيليك سبستيوشن، عندنا مثال عليهن الناتريشن، السلفونيشن، الهالوجينيشن، الفريدلكرافت اسيتليشن، والريمر مثال عليهن ذني همات. دلنا راح نتطرق لهن من نوصل للرياكشنز مال البيرول والفيوران والثايوفوين، بس مقدمه من نوصل للتفاعلات نتطرق لهن اكثر واكثر. اوكي، هسه راح نجي نتكلم عن بعض من السم بروبرتيز او الخصائص مال البيرول والثايوفين والفيوران. فيوران شنو؟ المهم فيوران، شوف مثل ما قايل لك هو the heats of رعد the heats of composition indicate resonance. ده قلت لك هنا الطاقة الريزونانس مال الترانين مال البيرول والفيوران والثايوفين راح تساوي ان هاي حفظ، ركز وياي، ركز ركز ركز، هاي تحفظها. اي رقم طاقه بالانتروداكشن بالبدايه قلت لكم ارقام حفظ، وظن كذلك حفظ، هذا حفظ، هذا حفظ طاقه مال الرنين مال الفيوران والثايوفين والبيرول هي 22 الى 28 كيلو كالوري بير مول. اوكي، سمون ليس ريزنس، بعض اكو اقل طاقه، بعض اقل طاقه لان 36 ماتش جريتر ذان ماست، واكثر من داينز باوت 3. ملاحظات مهمه مات. المهم قلنا على هذا الاساس بين 22 28 وسرعه 36 تتحرك كيلو كالوري، اكو بعض يتحرك بسرعه 36 سرعه 36، اكو بعض يتفوق على هاي النسب اللي ذكرناها 22 و36 يتفوق عليها بثلاثه او يقل عنها بثلاثه. وفقا لهاي الخصائص هسه اذكرها، سرعه حركه العفو السرعه مال او الطاقه، مو السرعه، الطاقه مال الرنين مالتنا ها راح تمثل انه مركبات اروماتيه، بين مركبات أروماتية مثل ما قلنا. فحس خلنا نتوقف مؤقتا عن الخصائص مالتهن، نستأنف بعدين نجي هسه نحكي ليش دن الخمسة مي مثلا أبسط شيء، العفو ليش دن الثلاثة مي مثلا أبسط، أو العفو مثلا أفضل حلقات خماسية من الذرات الهجينة. ليش؟ أنا أقول لك هسه ليش. باو يا شوف يا هنا، شوف باو، راح ألاحظ هذا الكربون وهذا النيتروجين، راح ألاحظ إنه الكربون والنيتروجين مرتبط بثلاث أوربيتالات. راح ألاحظ إنه هذا الهيدروجين، العفو الهيدروجين، الكربون والنيتروجين مرتبط بثلاث أوربيتالات. اوربيتال ويا الاتش، اوربيتال ويا الان، اوربيتال متكون ويا السحابه، فراح ينطن شكل، شكلهن احنا نشوفه بس مو بعيننا، اكيد راح ينطن شكل كيميائي، شكل سطحي تقريبا بزاويه 120 درجه. شد مطرح يكون بزاويه 120 درجه، ها، وطبعا حقيقه ارتباط هندني هذا الكربون مرتبط بالان والكربون مرتبط بالاتش باسره سيجما بوند. اوكي، سيجما بوند، اثرت سيجما بوند. فشنو وباح عندنا خاصيه، راح نلاحظ انه الكربون من يرتبط بهاي السحابه الفوق ايش قد، او العفو كم الكترون راح يحتوي هذا الكربون من يرتبط، الكربون من راح يرتبط راح يحتوي له على واحد الكترون فقط، بينما النيتروجين اللي هي الهيترو اتوم راح تحتوي له على اثنين الكترون. اوكي، اثنين الكترون، فاذا لاحظ انه الزاويه مال الاعاقه مالت راح تختلف، السحابه مالت راح تختلف، فيعطن اشكال متغيره، اشكال متغيره تتقلب، اشكال متغيره تنطي. فعلى هذا الاثر ما راح تتبع اي من الخواص مالتهن. اوكي، على هذا الاثر ما راح تتبع اي من الخواص مالتهن. فشلون نقدر نعتبر او شنو الرسم هذا؟ طبعا هذا البيرول، هذا البيرول اخذناه كمثال. شلون نقدر نعتبر
او يا ستراكتشر من الستراكتشرات مال البيرول هو الافضل بيناتهم، الافضل بيناتهم من ناحيه الهيترو سايكليك كومباوند، من الافضل من بيناتهم. من الخصائص راح تكون لطيفه وحلوه زين، الافضل بيناتهم، من الافضل بيناتهم. ارجع لهذا مالاتنا، شوفوا احنا ايش قلنا؟ مو قلنا هذا الكربون يرتبط بالنيتروجين يرتبط بالهيدروجين عن طريق اوربيت، يرتبط باوربيتال، ثلاث اوربيتالات، ها واحد بالنيتروجين وواحد بالهيدروجين وواحد بالسحابه، مو حاجه صحيح؟ حاجه صحيح. وبنات هي سيجما بوند، مو فقلنا انه الكربون يشارك بواحد الكترون والنيتروجين يشارك باثنين الكترون، فذن الالكترونات اللي شاركت والقوه. هسه شوفوا تتخيل انت، تخيل انت عندك صب وضفت له صب، مثلا صب مال سطح لا تسقف بيتك، وضفت له شيش، هذا الشيش راح يزيد المتانه مال الصب مال السقف مال بيتك، الشاشه هاي بالصب ولد بنات يعرفوها، فماكو داعي انه استغراب بالمثال. فالصب مال السطح مال بيتك الشاشه هاي راح تزيد المتانه والقوه مال السطح مال بيتك، راح تعطيه متانه. فهنا كذلك نفس الشيء النيتروجين انطى متانه لهاي الحلقه مالتنا، وهذا مركب الحلقة طامة أنا إله. شوفوا تبرع على باثنين الكترون، شارك باثنين الكترون النيتروجين، أوكي. فشنو سوى؟ زيد الباي كلاود، الباي كلاود زيته. فنعرف إحنا شنو إذا زيد الباي كلاود النيتروجين من ضفناه، إذا زيد الباي كلاود شنو؟ طبعا عندنا أشكالنا حيتغير، مثل ما قلت لكم مرور الزمن أشكالنا تتغير، أشكالها تتغير. شوف هسه هنا صار شكله، هنا صار شكله، أشكال تتغير مرور الزمن، ها فراح يزيد المتانه والقوه قلنا، ها فراح يزيد الباي كلاود، ترفع الفعاليه مال الباي كلاود. مثل ما نعرف ان الباي كلاود تحتوي على شنو؟ على 6 الكترونات. الباي كلاود نعرف على تحتوي على 6 الكترونات، نجي نحسبهم 1 2 3 4 5 6. فعلى اثرها لازم الحلقه مالتي، ها اوكي انا عندي حلقه خماسيه ماكو مشكله، بس لازم حتى انطي افضل شكل للبيرول ما راح ينكتب بصيغه شنو؟ بصيغه حلقه خماسيه، لا ما راح ينكتب بصيغه حلقه خماسيه، راح ينكتب بغير صيغه، يا صيغه هاي الصيغه ينكتب بصيغه حلقه خماسيه، عفوا هي خماسيه، ينكتب بصيغة حلقة خماسية، ها هيك شكلها، فهمتوا قصدي؟ يعني تقريبا نفس البنزين، بنزين شو كنا نكتبه حلقة سداسية، ما هو شو كان عذروا ترى الرسم حيل تعبان، بنزين هيك الرسمة، البنزين البنزين كنا هيك رسم شكله، فراح ينكتب بهاي الصيغه، راح ينكتب بهاي الصيغه، يا اما هاي الصيغه او هاي الصيغه اللي ايش نطلق عليه التسميه؟ تسميه البيرول اي في. فيجيك سؤال بالامتحان الوزاري، اكتب لي افضل صيغه للبيرول او افضل ستراكشر للبيرول، ترسم لهذا او هذا، والافضل يا حبذا ترسم لهذا. وصلت الفكره؟ ترسم لهذا. اوكي زين، يجيك بعد السؤال بالوزاره يقول لك انه ليش الاي في يمثل افضل واحد؟ لانه اذا لاحظ هسه، اوكي انا وياك، انا كتبت الاي في افضل واحد لانه الباي الكترون هو 6، اوكي 6 ماكو مشكله، 6 الباي الكترون حتى ينطيك افضل مركب اروماتي حلقي، افضل مركب اروماتي لازم باي الكترون 6 مثل ما قلنا قبل شويه. فهذا هسه مو كتب رسمنا هذا، هسه مو رسمنا هذا، قلنا افضل مركب يعطينا اياه هو 6 الكترونات ماكو مشكله. زين ليش الاي في افضل واحد؟ الاي في افضل واحد اذا لاحظ انه اكو اشاره سالبه جوا واشاره موجبه جوا، فشنو؟ 6 الكترون، اوكي. بينما اذا لاحظ بذني انه ما راح يكتسب ويصير 6 الكترون، راح يكتسب الكترونين زياده،
الكترونيا زيادة. شوفوا بهذا وشوفوا بهذا وشوفوا بهذا وشوفوا بهذا وشوفوا بهذا. فلهذا السبب ولهذا السبب اي في هو افضل شيء، اي في بيرول هو افضل شكل، والشكل من في من الشكل الخامس الى الشكل اي اكس اللي هو الشكل التاسع انه يعتبر هجينات. هجينات اشكال هجينه، اشكال هجينه. وصلت الفكره؟ كذلك هنا احنا مو قلنا البيرول اما تنين الفيوران كتبه بهذا الشكل هو افضل شيء، والثايوفين هو بهذا الشكل. طبعا مثل ما قلنا احنا اخذنا مثال البيرول، كذلك الفيوران والثايوفين نفس الشيء، انا ما كتبه بهذا الشكل او بهذا الشكل هو افضل شيء لهم. اوكي هسه احنا كملنا هاي، نكمل الخصائص مالتنا، نرجع للخصائص مالتنا. كم الخصائص مالتنا؟ فشو يقول لك هنا؟ نيتروجين اكس ريبير اوف الكترون ويتش ريسبونسبل فور يوجوال بيزيتي اوف نيتروجين كومباوندز. يعني شو يقول لك هنا؟ البيرول طبيعة حاله، البيرول هذا قدامكم راح يحتوي على نيتروجين، هاي النيتروجين راح كلها تشارك بالريزونانس، كلها تشارك وين؟ بالرنين. مثل ما قلنا قبل شوية حتى يعطينا افضل شكل لازم النيتروجين كله يشارك بالرنين. فعلى هذا الاثر تفاعلاتها ما راح تشارك تفاعلاتها ويا الحوامض. احنا مثل ما نعرف احنا الامين احنا بو شفنا نهج قبل شوي من قلنا بدايه قلنا هذا او هذا امين راح يسلك سلوك امين. زين ليش قلنا انه ما راح يسلك سلوك امين قبل شويه؟ من قلت لكم لا هذا ما راح يسلك سلوك امين، وتفاعلاته مو تفاعلات اضافه، تفاعلاته تفاعلات استبدال وما راح يسلك سلوك الامين. ليش؟ التفسير من هذا الموضوع البيرول عند ان هذا الان راح يشارك كله بالكلاود، كله بالسحابه، كله بالريزونانس، كله بالرنين، شارك الكترونين بالرنين. فشنو راح يصير؟ الان راح يكون مشغول فما راح يشارك بتفاعلات الحوامض والقواعد. تفاعلات الحوامض احنا نعرف انها امين وقاعده. ليش؟ لانه دائما الان اتش يشارك بالتفاعل الامين هذا، بينما البيرول لا مو امين لانه الان ما راح تشارك بالتفاعلات الحوامض على عكس باقي الامينات. فلذا البيرول هو اوكي قاعده، البيرول قاعده بس قاعده كلش ضعيفه، كلش كلش ضعيفه لدرجه انه الكي بي مالته هو 2.5 في 10 سالب 14. اوكي فنكمل هسه الخصائص مال البيرول والفيوران والثايوفين. مثل ما كنا بالبداية الطاقة الريزونانس مالتها، وتكلمنا عن البيرول بشكل خاص وقلنا انه ليش ما يعتبر او ما يسلك سلوك امين، لانه يعتبر قاعدة كلش ضعيفة لانه النيتروجين يشارك بكل التفاعل. هسه نجي عن شنو فرق البيرول عن الثايوفين عن كبري او العفو الثايوفين عن الفيوران، او شنو فرق الكبريت عن الاكسجين عن عن النيتروجين. زين مثل ما قلنا قبل شويه النيتروجين راح يشارك كل الكتروناته بالسحب، راح يشارك 2 الكترون مو كل الالكترونات، راح يشارك 2 الكترون بالرنين مالته، بينما الكبريت والاكسجين لا ما راح يشاركن باثنين الكترون، ما راح يشاركن بالكترونين اصلا. ها فالفيوران والثايوفين باعوا، الفيوران والثايوفين تمتلك اشكال متشابهه او متماثله جدا، انالوجوس انالوجوس تمتلك امثال امثال شنو؟ اشكال متماثله يعني متشابهه. شوفوا اشكالها متشابهه، شوفوا اشكالها متشافعه، يعني شنو الفرق؟ نفس الشيء بالضبط ماكو، بس بينما هذا المقلوب شوفوا شوفوا النيتروجين ما عليه نقطتين، لاحظوا لي ليش؟ لانه الالكترونات مالته راحت برا، راحت ويا الرنين، بينما ذني لا ذول انانيين احتفظوا بالالكترونات مالتهم الاثنين. اوكي احتفظوا بالالكترونات مالتهم الاثنين. فقلنا مثل ما احنا من يرتبط النيتروجين، النيتروجين يرتبط بذره هيدروجين، ها
وراح يتبرع بالالكترونيه مالته، بينما الاكسجين والكبريت لا ما راح يتبرع بالالكترونات، راح يظل شايلتهن انانيات يحتفظون بيهن، راح يظل شايل زوج من الالكترونات، ما راح يشارك بالاوربيتال مالته. شوفوا اللي هو الاوربيتال اس بي 2 ما راح يشاركن بيه الالكترونات الذني، ما راح ينطن هذا الاوربيتال، ما راح ينطنهن، بينما النيتروجين لا انطن هذا الاوربيتال. فذني الفيوران والثايوفين راح ينطن للحلقة مالتهن زوج من الالكترونات، يبقنهن برا. ذني ليش يبقنهن برا؟ البيرون، البيرون ما بقنهن برا. فنقدر نقول انه شفت هسه قبل شوية قلنا احنا قبل شوية الخلايا يفقد الخاصية مالته الامينية، قلنا قبل شوية انه الالكترونات الخطية كلها راح برانين، ففقد الهيبة مالته. فالفيوران والثايوفين قالوا معقولة احنا نسوي مثل البيرول ونخلي الهيبة مالتنا تروح ونصير ضعيفين حيل؟ هسه شفتوا البيرول صار قاعدة كلش ضعيفة. فالفيوران والثايوفين قالوا معقولة احنا نخلي هيبتنا تروح ها وننطي الالكترونات الاثنين للرنين وتروح هيبتنا ونصير ضعيفين وخاملين ونايمين بالبيت 24 ساعة؟ لا والله لو تموتون اشو الا نخلي الكترونات برا. وفعلا خلوا الكتروناتهم برا ليش؟ على مود يصيرون شديدين التفاعل، بسرعة يتفاعلون يا جاي يجلبون بي مثل شنو؟ مثل البنزين ديريفاتيفز، مشتقات البنزين اذا تتذكروها كانت شديدة التفاعل مشتقات البنزين. شفتوا؟ Like extremely reactive benzene derivatives. وصلت الفكرة هسه؟ بمثل ما قلنا النيتروجين يتبرع بالالكتروناته بينما الفيوران والثايوفين ما راح يتبرعن، راح يبقنن على مود يصيرن شديدات التفاعل. وصلت الفكرة؟ ذن الاستركتشرات حفظوهن رحمة لوالديكم، وخصوصا هذا ان الاستركتشرات مهمات ترى، وهذا اللي الاهم بعد الاهم، يعني وارد ان يجي ترى ان 101 نقطه ومنهجنا قليل، فاكيد يجيبون مني اشياء. يعني اسال بالوزاره هي 101 سؤال، 101 نقطه اسال ام سي كيو، فيقول لك من عوض الشكل للبيرول يعطيك هذا الشكل ويعطيك هذا الشكل ويعطيك هذا الشكل ويعطيك هذا الشكل، يقول لك من عوض الشكل تاكد حق هذا الشكل اوكي او هذا الشكل، لا تخاف راح يجيبك ذي الشكلين سويه، ويقول لك من هذا الشكل لا ما راح يسوي، يعطيك واحد بعدين بس اوكي. ولهنا نكملنا الانترودكشن، مقدمه فقط مال البيرول والفيوران والثايوفين، والفيديو الجاي راح يكون عندنا سلوك مالت التفاعل مالته الالكتروفيليك سبستيوشن. شوفوا احنا بدنا نحكي عنه، شفتوا؟ المهم فأي سؤال اي استفسار لا تتردد، راسلني على الخاص، وان شاء الله اكون على حسن ظنك. وثانك يو فور listening.